يا هلا والله بالجميع، معاكم الوجي. فكرة انك ما تهتم لكلام الناس وايش يقولوا ايش بيقولوا، انا متأكد انه ما هو شيء سهل ابدا. انا عارف كلنا بشر في النهاية، مزيج معقد من الذكريات والتجارب والقصص والحكاية، في اشياء تافهة جدا قد تجرحنا وتأثر علينا، ولكنها بالنسبة لغيرنا حاجة تافهة جدا ولا تحرك فيهم ساكن. وهالكلام قد يكون في الواقع وقد يكون في السوشيال ميديا. في ناس من يوم طلعوا من بطون امهاتهم والاهتمام عندهم سبحان الله كذا من الله صفر، ما يهتم بأي شيء. تقول له ون بيس أحسن من ناروتو، يقول لك أوكي، ويش المشكلة؟ تقول له وجهك رايح شبه جولم من سيد الخواتم، يقول لك حلو، ليش لا؟ مهما تقول له مهما تفعل ما راح يفرق معه ابدا. وفي ناس لا، على العكس تماما، تقول له ون بيس عمك، هذه اكثر كلمه قاعدين نسمعها هذه الايام في السوشيال ميديا، ما ادري ليه. فجاه تلاقيه مستعد يكتب لك رد مكون من 20 سطر، ويسجل لك رساله صوتيه يسبك فيها ويسب اهلك وقبيلتك. لا، وكمان يروح ينادي عبده فزعه والشله، ويسوي حسابات مزيفه وزحمه عشان ينتقم منك. بس اقول لك حاجه ممكن تصدمك، طبيعي، الموضوع جدا طبيعي، الحياة مليانة ناس واشكال زي كذا. على كل حال يا جماعة، احنا مشكلتنا ما هي مع الناس اللي تسب وتشتم، لا، كيفهم، حريقة حرقهم. احنا مشكلتنا مع انفسنا، كيف مفروض نتفاعل مع الناس هذولي، وكيف حرفيا مفروض ما نعطيهم اي اهتمام، لانه عدم الاهتمام والتجاهل هو المبيد لهذه الاشكال، وكمان هو المحرك الاول لنا في الحياة، واللي راح يخلينا نصير افضل ونسوي اي شيء نبغاه. خلاصة الكلام اللي قلته يا جماعة، في ناس تولد وعندها القدرة على عدم اللامبالاة، ومستحيل كلام الناس يأثر عليهم. وفي ناس يعطون اهتمام لكل صغيرة ولكل كبيرة ولكل كلمة تنقال عنهم، أو مو شرط عنهم، عن أي شيء هم مهتمين فيه. إذا أنت من النوع الأول اللي ما همه شيء، أحب أقول لك ألف مبروك، حياتك مرة رايقة وفلة. وإذا أنت من النوع الثاني، أحب أقول لك ترى تقدر تصير زي الشخص الأول بالراحة، شوية تدريب لنفسك وشوية ممارسة، وراح يصير كلام الناس بالنسبة لك مجرد كلام. عنوان الفيديو ما ادري ايش راح يكون، ولكن يعني له علاقه في ايش انه مفروض ما تهتم، او بالاحرى كيف تطنش الناس الفاضيه وكيف ما تهتم لهم والارائهم وتعيش حياتك. راح اعطيك مجموعه نقاط، ولو مشيت عليها غالبا 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 حياتك راح تصير اسهل بكثير، وراح تفقد اهتمامك باراء الناس من حولك مهما كان، وباذن الله راح تكون من اكثر الناس الرايقه اللي بتضحك على طول. عموما عزيزي الوجيه وعزيزتي الوجيه، اشتركوا في القناه لو ما كنتم مشتركين، وفعلوا جرس تنبيت عشان توصلكم فيديوهاتي اول باول. ولا هم من هذا كله، لو عجبكم الفيديو اضغطوا على زر اللايك لانه مره مهم بيساعدني كثير، وتعالوا تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي كلها موجوده في صندوق الوصف. ويلا بينا نبدا. اول حاجه عزيزي الوجيه وعزيزتي الوجيهه، تذكروا حاجه جدا مهمه، خلوها قدام عيونكم وحلقه في اذانيكم، كلنا راح نموت في النهايه، كلنا راح نموت في النهايه. قلتها مرتين، حرفيا اكثر جمله خلتني اشوف الحياه بشكل مختلف هذه الجملة، كلنا راح نموت في النهاية. ليش تشغل بالك بالقيل والقال وإيش قال وإيش بيقولوا؟ أنت في سنك الحين ممكن تفكر كثير، عقلك شغال يدقق في الكبيرة والصغيرة ويفسر أشياء بشكل غلط، لكن لما تشوف الموضوع من منظور كلنا راح نموت في النهاية، راح تعرف قيمة الحياة، راح تعرف قيمة حياتك ووقتك، وراح تقرر حرفيا إنك تتجاهل كل الأشياء التافهة من حولك، سواء كانت الأشياء التافهة هذه بشر أو عوائق أو حتى خوف أو أيا كان. امضي في حياتك، ترى حياة مرة واحدة بس. بعد كذا علشان تعيش حياة حلوة وبعيدة عن الصداع، في حل بسيط لازم انك تسويه، معليش لازم. انا شخصيا سويت هذا الحل وتغيرت حياتي 360 درجة. يا اخي اسحب على ام الحوارات والجدالات اللي ما من امها فايده. يعني مثلا انت كتبت تغريده في تويتر، مسلسل سترينجر ثينجز افضل مسلسل في العالم، اوكي ذوقك بريال بس عادي، هذه وجهه نظرك. لما يجيك واحد في التعليقات ويقول لك لا مسلسل بريكنج باد هو الاعظم في العالم، ويحاول يقنعك انه مسلسلك مسلسل سترينجر ثينجز مره زباله، الحين علمني ليش تاخذ وتعطي معاه وتدخل في جدال ونقاشات طويله؟ فكر فيها كذا شويه، ليش؟ ايش راح تستفيد من نهايه النقاش هذا؟ ما هي وظيفتك انك تقنعه، ما هي وظيفتك انك تغير رايه، انت قلت رايك وطز في ام العالم اللي تخالفك هذا الراي. لذلك تجنب الحوارات والجدالات اللي ما منها فايده، لانها ما راح تجيب لك الا الصداع، وقد تتحول بعدين اذا طالت الهرجه قد تتحول الى شتايم وقله حياه. غير كذا ايش راح تستفيد لو اقنعته انه بريكنج باد سيء وسترينجر ثينجز افضل؟ ما في اي فايده، صح؟ لذلك
وفر وقتك وجهدك لشيء افضل. غير كذا خلينا نفترض انك انسان عبيط، انت انسان عبيط ودخلت معاه في جدال، ليش تزعل لما احد يختلف معاك في وجهه نظرك؟ ليش تشخصن الامور وتبدا تعصب وممكن تبدا تشتم وتسب؟ ببساطه لو دخلت في جدال، افترض انك خلاص وصلت الى مرحله دخلت في جدال، بدا الموضوع يصير مزعج، بدا يتحول الى سب وشتايم، امسك بريك، وقف، انسحب، امشي. ايوه انسحب. وين منسحب؟ من معركه، من جدال ابو ريال. اسحب على ام النقاش هذا، قول له اوكي وجهه نظرك ونحترمها يا حبيبي في رعاية الله، اختفي. حياتك فيها أشياء كثيرة أهم مفروض تركز عليها، مش الحوارات والجدالات التافهة هذه. ثاني حاجة لازم تفهم عزيزي الوجيه، إنه ما حد مهتم فيك، ما حد فاضيلك، وجودك ما هو فارق لدى البشر. ترى الناس عندها اللي مكفيها، مشغولين وقرفانين بحياتهم. هيا أنت كمان لازم تطبق هذا الشيء، أنت مش مهتم ومنت فاضي لأحد، وجود الناس السلبية في حياتك ما هو شيء ضروري. ركز على نفسك ولا شيء سوى نفسك. صدقني لما يصير عمرك 40 سنة أو 50 سنة راح تندم على كل دقيقة ضيعتها في الاهتمام غيرك وفي السواليف وفي الأشياء التافهة. اهتم في نفسك ولا شيء سوى نفسك، ومن يعز عليك طبعا. ثالث حاجة، البدايات عزيزي الوجيه وعزيزتي الوجيهة دائما صعبة. افتكر أول ما فتحت قناة اليوتيوب تجمع علي الناس الفاضية من كل مكان، 25% من التعليقات كانت تكسير مجاديف وسب وشتم لندخ، أفلام مين ومسلسلات مين، ما حد مهتم بهذا النوع من المحتوى، روح سوي لك قناة ألعاب، روح سوي لك قناة رياكشنات، اتصرف. بس كذا هم كذا يحبوا يعابطوا، حتى لو سمعت كلامهم رحت سويت الشيء هذاك بيجونك ناس ثانيين يقولوا لك ما في. عموما مو بس ناس ما اعرفهم اللي كانوا يعني ايش يعطوني تعليقات سلبيه ويكسروا مجاديفي، للاسف حتى في زملاء، في ناس اعرفهم اصحابي في الواقع، يعني واحد من اكثر الاشخاص اللي كنت اعتبره صديق، كنت اعتبره صديق واستشيره في الكبيره والصغيره، اول ما نزلت فيديو في اليوتيوب نقز عندي وقال لي هي عبد الرحمن ايش قاعد تسوي انت، وش الافلام، وش المحتوى النايم ذا، والله ما ياكل عيش. للامانه طنشت ومشيت، وبعد فترة مشت الأمور وكل شيء مشي. ولكن أقسم بالله يا جماعة، من بعد ما وصلت تقريبا 10,000 أو حاجة زي كذا، جاني قال لي عبد الرحمن أنا فخور فيك. أحا من جدك، ما أنت كنت تقول لي قبل فترة إنه المحتوى ذا نايم، إيش فيه، إيش اللي صار يا خوي؟ طبعا هذاك الشخص قصيته من حياتي تماما، لأنه ما يصلح، الناس اللي كذا مرة ما تحتاجهم في حياتك. عشان كذا قلت لكم يا جماعة البدايات صعبة، لكن بمجرد ما تحقق إنجاز وتوصل لشيء عكس اللي الناس كانوا متوقعينه، ردودهم راح تختلف، نظرتهم لك راح تختلف. طبعا أضرب هذا المثال على أي شيء في حياتك، مو شرط يوتيوب، بجيت بتفتح مشروع جديد راح تواجه صعوبات بنت 66 كلب، راح تسوي حساب على إنستغرام تنشر فيه رسوماتك او طبخاتك او ايا كان الفن اللي انت تمارسه، راح يجونك ناس يكسروا مجاديفك ويحاولوا يطيحوك من المكان اللي انت جالس توصل له. بتسوي حساب في سناب شات تشارك الناس فيه يومياتك وايا كانت الاشياء بتشاركها معاهم، راح تاكل محشات الين تقول امين. راح تشتري فود تراك وتبيع حاجه من صنع يدينك، راح يجونك ناس ويحطموك برضه. يقول احد الحكماء يا جماعه، انت ما تقدر تتحكم في تصرفات الناس من حولك او في تصرفات الاشياء من حولك بشكل عام، ولكن انت تقدر تسيطر على ردود أفعالك تجاه الناس وتجاه كل شيء حوالينك. فكر فيها. رابع حاجة، لا تستشير أي أحد في أي شيء تسويه في حياتك. لاحظ أني قلت أي أحد وليس ولا أحد. في ناس سبحان الله يا جماعة استشارتهم زي عدمها، ممكن يكونوا أشخاص قريبين منك، ممكن يكونوا أشخاص يحبونك، بس وقت الاستشارة يحكم من منظوره هو للأشياء ويجيب أم العيد فيك أنت. ممكن يكون هذا الشخص من أهلك، ممكن يكون من أخوانك، ممكن يكون من أصدقائك، ممكن يكون حبيبك، ممكن يكون حبيبتك، أيا كان، في ناس وقت الاستشارة يجيب أم العيد كذا من الله. مو كل الناس عندها القدرة انها تقدم لك استشارة مجانية وناجحة. افتكر واحد من الناس المقربين جدا لي من العيلة، طبعا اول فيديو نزلته لي في انستغرام، طبعا انا بدايتي كانت في انستغرام مش في اليوتيوب، رحت وارسلته له وقتها كانت المشاهدات تقريبا 25، والعيال اصحابي يقعدوا يعلقوا كذا تعليقات يسلكوا لي يشجعوني الله يعطيهم العافية. رحت ارسلت له الفيديو قلت له بالله ايش رايك، هذا مسار جديد لي في السوشيال ميديا ان شاء الله بمشي عليه، اقسم بالله يا جماعة الخير انا رايح استشيره علشان يقول لي ايش الصح، ايش المفروض اسوي، ايش ايش كيف اطور المحتوى او كيف اسوي وايش ما اسوي. والله العظيم يا جماعه تدروا ايش قال لي؟ قال لي يا ولد عيب عليك الناس ايش بتقول عنك، طالع بوجهك ذا ورايح توصيهم يتابعوا افلام. يا عيبا، الولد يحبني، انا متاكد انه يحبني وما يسمع في اهلي لانه من اهلي من جماعتي. ولكن ايش المشكله؟ المشكله انه قاعد يشوف الامور من منظوره هو عنده عقليه معينه، عقليته مختلفه عن عقليتك، الولد تفكيره غير تفكيري تماما. لذلك بكل حب واحترام سحبت على استشارته وحطيتها في سله المهملات ورحت لواحد من زملائي اسمه عبد الله، شخص جدا افتخر فيه
فيه واستشرته، وريته الفيديوهات اللي نشرتها، قال لي واو يعطيك العافيه والله يا عبد الرحمن استمر، بس عندك مشكله الاضاءه لو تعدلها، المحتوى انا ما نعرف ايش زاويه التصوير. اعطاني ملاحظات تحسينيه، اعطاني اشياء تحفيزيه، ضبطني، استشارته كانت مثمره. ولو اني ما استشرته، لو اني ما استشرت احد واستمريت كانت راح تمشي الامور. عموما ما ودي اشطح عن النقطه، ولكن اي احد عندك في حياتك ودك تستشيره استشيره مو مشكله، بس حط في بالك انه استشارته ما هي مهمه، اذا فادك الله يجزاه خير، اذا ما فادك مع السلامه يا حبيبي، خذ خطوتك كمل. خامس حاجه وعلى طاري الخطوات، اخطو خطوات صعب جدا تسويها انت بس غيرك سواها. بمعنى انا اقدر اطلع قدام الكاميرا واتكلم بكل اريحيه، في ناس غيري لو تشغل له الكاميرا راح يتغير لونه وتجي ام الركب ويرتبك وما يعرف يتكلم بالرغم من انها كاميرا، ومجرد ما تشتغل الكاميرا يعتقد انه ملايين من البشر قاعدين يتابعوه في ذيك اللحظه ويتوتر ويجيب ام العيد. طيب ايش الحل؟ قلت لك الحل، تستهبل علي، اخطو خطوات صعب تسويها بس غيرك سواها وما صار له شيء. اذا الخطوه ذي غيرك سواها وخرج منها سليما معافى ومبسوط، ايش اللي يمنعك انك انت كمان تسويها؟ اوكي انا عارف المرة الأولى بتكون مرة 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 صعبة، المرة الثانية أقل صعوبة، المرة الثالثة أقل صعوبة بنسبة كبيرة، المرة الرابعة الخامسة السادسة، ومع التكرار راح تتكون عندك لا مبالاة تلقائية تجاه الموضوع ويصير مرة شيء عادي، وبيصير اهتمامك وخوفك من الكاميرا صفر. وحط أمثلة كثير في حياتك، أنا قاعد أعطيكم أمثلة ولكن حطوا أمثلة كثيرة أنتوا على نفس الوضع. افتكر في سنه 2016 كنت في احد الشركات اشتغل، طلب مني مديري وقال لي ابغاك يا عبد الرحمن تكون انت المقدم للحفل السنوي بحضور اكثر من 150 ضيف، اطلع المنصه وتكلم وقدم فقرات الحفل امام 150 شخص، مدراء تنفيذيين، مهندسين، تجار، اشياء كثيره. اقسم بالله يا جماعه كميه الخوف اللي كانت فيني وانا طالع على المنصه ما تنوصف. اول 5 دقائق من الحفل كانت مره صعبه، ولكن بشكل تدريجي واثناء تقديمي لفقرات الحفل تلاشى الخوف وانتهى تماما. الموضوع كان صعب لي في البدايه صح، بس لما سويت الشيء اللي انا كنت خايف منه اللي الناس قاعدين يسووه من ملايين السنين، يطلعون يتكلمون قدام ملايين مئات البشر، السنه اللي بعدها اقسم بالله يا جماعه قدمت الحفل الربع سنوي والنصف سنوي والنهائي اللي هو نهايه السنه، وكل واحد كنت اصير فيه احسن من اللي قبل. اتوقع هذا واحد من الاشياء اللي خلت الكاميرا بالنسبه لي شيء عادي، لاني كنت اتكلم قدام جمهور وناس كثيره. ليش؟ ببساطه خلونا نلخص النقطه هذه بالذات، لاننا خطينا خطوه صعب نخطوها ولكن غيرنا خطاها وما صار له شيء. سادس حاجة، سواء كنت صانع محتوى أو شخص عادي، حط في بالك يا حبيبي إنه اللي خلف الشاشات قد يكونوا أي شيء في هذه الحياة. إذا جاء واحد وكتب لك انقلع أنت وكلامك الفاضي هذا اللي ما منه فائدة تعرف وين تحطه، بيقولوا لك كلام كذا وبيقولوا لك كلام أوسخ من كذا. أول حاجة تسويها روق، اهدى، خذ نفس عميق، أنا عارف إنك متنرفز وضغط دمك فل، اهدى. ثاني حاجة، حط ببالك إنه الشخص اللي خلف الشاشة هذا قد يكون أي شيء في هذا العالم. قد يكون طفل لا يفقه من القول شيء، قد يكون شخص مر بتجارب سيئة وشخصيته جدا هجومية، قد يكون شخص حاقد عليك وحاسدك ويحاول يكسر مجاديفك بأي طريقة، قد يكون جاهل، قد يكون مختل، قد يكون حيوان، قد يكون جني، ما تدري، ما تدري، حرفيا أنت ما تدري مين ورا الشاشة. إذا حطيت هذه الفكرة ببالك وأيقنت تماما إن الشخص اللي من ورا الشاشة قد يكون أي شيء في هذا العالم، حرفيا راح ترتاح كثير. وإذا أيقنت أكثر إنه الكلام اللي من ورا الشاشة هو عبارة عن كلام من ورا الشاشة، حرفيا راح تلاقي نفسك عايش حياة مختلفة من جد. أباك تتخيل إنك ماشي في الشارع وجاء واحد مريض أسأل الله أن يشفيه ويعافيه وقاعد يسبك من بعيد، يا حيوان يا كلب، مريض أنت شايفه مريض أسأل الله أن يشفيه، تروح تتضارب معه، بترد عليه، إيش بتسوي؟ تتجاهله وتمشي. بالضبط، شكرا لك، هذا اللي المفروض تسويه في السوشيال ميديا سواء كنت صانع محتوى او غير صانع محتوى، اتجاهل الناس المرضى والفاضيه لانك ما تدري مين ورا الشاشه. اخر حاجه يا جماعه، اطردوا الناس السلبيه اللي يخافون من القيل والقال من حياتكم تماما، او خففوا علاقتكم فيهم على الاقل. اذا بتجلس مع صاحبك اللي كل شويه يقول لك لا تسوي كذا ولا تفعل كذا، ترى بتتعب. اباك تفهم حاجه واحده بس، اللي يقول لك لا تسوي كذا لا تفعل كذا او ايا كان، وعاده يقول لك كذا لانه هو يخاف من ردود افعال الناس تجاه اي شيء هو يسويه، بمعنى اخر انه كلام الناس يؤثر فيه، وانت ما تبغى هذا الكلام يا صاحبي، انت تبغى كلام الناس ما يصير له اي قيمه. فلازم تطرد الناس السلبيه من حياتك بشكل
بشكل أو بآخر أو تقصيهم أو تحاول تغيرهم عاد بطريقتك. ناس سلبية في حياتك يساوي حياة سلبية وقرارات سلبية. ناس صام لو ينشد فيهم الظهر ومفصول عندهم الريوس معناته إنهم راح يدعموك ويوقفوا معاك ويصححوا كل أخطائك. وفي النهاية يا جماعة كلامي هذا قد يكون صح وقد يكون خطأ. كلامي ما هو قرآن منزل. كلامي هو عبارة عن تجربة مريت فيها وحبيت أشاركها معاكم ولكم الحكم في النهاية أنتم. يعطيكم العافية يا جماعة. إذا عجبكم الفيديو اضغطوا على زر اللايك واشتركوا في القناة لو ما كنتم مشتركين وفعلوا جرس التنبيهات عشان توصلكم فيديوهاتي أول بأول. كان معكم الوجيه، أشوفكم في الفيديو القادم.